موجز لأهم الأنباء، أهلا بكم. قال المبعوث الأممي لليبيا غسان سلامة للنبا أنه اتصل بخليفة حفتر الجمعة واستمرت مكالمته 10 دقائق. أوضح سلامة أن الاتصال جرت خلاله مناقشة الأوضاع العامة في البلاد والتطورات السياسية المستجدة على الساحة الليبية. وصف مسؤول الملف الأمني بمدينة درنة يحيى لص عمر ما ينشره الإعلام الموالي لميليشيات الكرامة عن تحشيداتها بدعاية التي غرضها مجرد الرفع من معنوياتهم. وقال عمر في تصريح للنبا أن ميليشيات الكرامة تسعى لإقحام درنة في حرب أهلية مع جيرانها. أضاف مسؤول الملف الأمني أن قوات مجلس شورى مجاهدي درنة على استعداد لأي هجوم تشنه ميليشيات الكرامة على مدينة درنة. أفاد الناطق باسم حكماء سبها حسن الرقيق بأن مدينة سبها ما زالت تعيش أوضاعا أمنية صعبة جراء الاعتداءات المسلحة من قبل من أسماهم بالجماعات الخارجة عن القانون. الرقيق وفي اتصال مع النبا قال إن الاختراقات الأمنية أثرت سلبا على الحياة الطبيعية وأدت إلى توقف جزئي في العملية التعليمية وتقديم الخدمات الحكومية، منوها لأن محاولات اجتماعية لازالت مستمرة لضبط الأمن والحد من الاعتداءات. قال مدير مكتب شركة البريغا لتسويق النفط بسبها عامر العدلي إن حجم كميات الوقود التي وصلت إلى المدينة والمناطق المجاورة لها بلغت نحو 3 ملايين لتر. العدلي وفي اتصال مع نبا أوضح أن الشحنات التي تأتي تباعا من مستودعات مصراتة توزع وفق إجراءات تضمن الوصول إلى كافة المحطات بسبها ووادي البوانيس وبلدية الشاطئ. أشار العدلي إلى أن الوضع الأمني خارج المدينة حال دون الوصول إلى باقي مناطق الجنوب خاصة الحدودية منها. قالت منسقة الشؤون الإنسانية بالبعثة الأممية في ليبيا ماريا ريبييرو إن انتشار المجموعات المسلحة والألغام الأرضية بليبيا يعرض النساء للنزوح والعنف. عربت ريبييرو في تصريحات نقلتها صفحة البعثة على فيسبوك عن قلقها تجاه استمرار العنف والصراعات المحلية التي تكون النساء أول ضحاياها. أضافت منسقة الشؤون الإنسانية أن البعثة تعمل على مشاركة المرأة الليبية في العمليات التشاورية للتحضير للملتقى الوطني وفق تعبيرها. نهاية الموجز، إلى اللقاء.